يمشي خطيرة خطيرة العرضية جول إليه عودانو يا نمس عودانو يا يوسف الذهب عمره ما يصدد جول تونسيا جول واحد بلاش بن سبعيني ينقاد إلى السبع يوسف المساكني 2013 البارح 2017 اليوم لحالي دوم الرئيس مبولح البارح العزله يوسف المساكلي مشى مليح فرجاني وصلها المساكلي لبال الامتلاك يضرب كوره حتى عكسيه 1-0 في المرمى الجزائري 1-0 للخضره 1-0 للخضره 1-0 عن طريق المساكلي بمسانده الراعي الرسمي السبعيني واحد بلاش الكان يبدا في هذا التوقيت 1-0 المنتخب التونسي يوسف النمس قل عنه ما شاد يوسف الكوبرا يوسف السيد يوسف السيد يوسف سي السيد في الديربي المغاربي سي السيد هو يوسف المساكني يا السبعيني 1-0 منتخب المنتخب الجزائري يمشي كره فيها غزال وبرافو بلبولي يا عدوكا ويا واعر ويا كافسي ويا كانون ويا طبقه ويا الجماعة الكل ترجع الكره مره اخرى امشي يا وابي ما تهلكناش يا وابي بينتي ضرب جزاء المنتخب الوطني التونسي ضرب جزاء تونس غلام يرتكب خطا عمره وخزري بينتي ريدو ما تصفقش ما تشجعش استنى ماذا قرر استنى ايش قال الحكم بينتي ولكن نطالبه ممكن بورقه حمراء لانه اخر مدافع طبق القانون يا برنار طبق الكميل يا قانون طبق القانون يا برنار العب الكرة كما هي يا سيشيلي يوسف المساكني بالتخصص في الديربي حط الكرة جاه يجري حتى قدامه ودخل وهرب بينالتي محلى زينك يا بينالتي ان شاء الله توا نسكتوا الكل نستناو 65 دقيقة في مباراة الديربي سوف ما فماش ولا ورقة صفراء يستحق حمراء فوزي غلام بصراحة متاع ضرب جزاء آخر مدافع إذا غيروه القانون وأنا وقتها في إجازة ما نعرفش كرة المنتخب التونسي نعيم السليدي وعسلة 65 دقيقة في المباراة مالك عسلة حارس الشبيبة فريق شبيبة القبائل سلتي إليه الهدف الثاني السكوندو أحلى بونتو أروع بيوت اسم الراسي في الوسط عن طريق الهجوم حلوة برشا من غاديورا عدنان غاديورا والكرة في وسط المناطق التونسية التوزيع هو خطيرة يا ستار والهدف هدف أول عن طريق بن هني هدف أول في الوقت بدل الضايع عن طريق بن هني هدف ممتاز من بن هني شوف الكرة 1-2 تأخر بن عمر في التغطية تعديت كرة الجزائر والكرة من بن هني لا تصد ولا ترد 2-1 كرة غاديورا شوف الدفاع مرتبك ومتأخر والتسديدة قاتلة 2-1 الآن الدقائق الأخيرة الصعبة